بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وفهما وفقها وألحقنا بالصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعقد اليوم ولعدة أيام درسا بلاغيا بيانيا مباركا ورائعا له صلة وشيجة بالقرآن الكريم وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة العرب شعرهم ونثرهم. هذا الدرس هو من الدروس الرائعة ومن الدروس المباركة ومن الدروس التي لها ارتباط بعدة علوم شرعية وعربية كذلك. هذا الدرس هو الحقيقة والمجاز. هذا الدرس البلاغي الرائع له ارتباط وشيج بعلم أصول الفقه وبعلم العقائد وبعلم الحديث كذلك وبعلوم أخرى، ولا يكاد يخلو كتاب في أصول الفقه من هذا المبحث. وطبعا هذا المبحث هو صلب علم البلاغة، فلكونه مهما ورائعا لا نجد كتابا في البلاغة إلا وقد أفرد لهذا المبحث البلاغي، أفرد له يعني بابا واسعا، لأن لغة العرب إما حقيقة وإما مجاز. الحقيقة هي الأصل والمجاز هو الفرع، والحقيقة هي أكثر كلام العرب وهي أكثر مفردات وتراكيب البيان القرآني الحقيقة. أما المجاز فهو قليل في لغة العرب، قليل في القرآن الكريم، قليل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قليل أو ربما أكثر في شعر العرب، كثير في شعر العرب، لا أقول قليل بل كثير في شعر العرب. وهذا المجاز يعدل إليه من الحقيقة ولا يعدل إليه إلا لأغراض بلاغية بيانية مقصودة. إذا المجاز هو فرع وليس بأصل، ولا ينتقل إليه إلا لغرض مقصود. يعني أنا عندما آتي كي أتكلم مع الناس أو مع طلابي أو في السوق أو في المسجد، أتكلم بالحقيقة، ما أتكلم بالمجاز. لكن إذا أردت غرضا بلاغيا أنا قاصد إليه، مثل المبالغة، مثل الاتساع في المعنى، مثل أن أعطي جمالا وسعة وفسحة للتركيب، فأنتقل إلى إيش؟ أنتقل إلى المجاز. إذن الحقيقة هي الأصل، والحقيقة في اللغة فعيلة، بمعنى الشيء الثابت. نقول حق الشيء أي ثابت واستقر. إذن الحقيقة هي إيش؟ هي يعني مأخوذة من الحق، والحق هو الثابت الذي لا يتزعزع. لذلك قال تعالى قوله الحق، أي إيش؟ أي أن قوله تعالى ثابت
ما لا يتزعزع، لا يعتريه يعني ذبول مطلقا. إذا الحقيقة سميت بهذا الاسم ليش؟ لأن المعنى استقر فيها، يعني هذا هو معناها الأصلي. فهذه الحقيقة في اللغة. أما في الاصطلاح فالحقيقة طبعا عرفت تعريفات كثيرة يعني من القدماء ومن المعاصرين، لكن حقيقة أنا وجدت أيسر تعريف للحقيقة، هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في أصل اللغة. إذن هي كلمة مستعملة، الحقيقة كلمة مستعملة فيما وضعت له. يعني مثلا البحر، هذه كلمة استعملت إيش؟ استعملت في معنى الماء العظيم المتلاطم الكثير، هذا الماء الكثير الواسع، هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة البحر. كلمة أسد، هذه يعني كلمة سرعان ما تنصرف إلى إيش؟ إلى ذلك الحيوان المفترس الذي نشاهده ربما كل يوم على وسائل التواصل. ذئب، هذا الحيوان يعني الجميل المفترس الذي ارتبط بحياة العرب لأنه يعيش في بواديهم وقرب خيامهم، ولهم صلة وشيجة بهذا الحيوان. أنا دائما أقول الذئب حيوان جميل. فذكر كثيرا في شعر العرب، ذكر في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: وأخاف أن يأكله الذئب. إذا كلمة الذئب تنصرف إلى إيش؟ تنصرف إلى هذا الحيوان الجميل المفترس القريب من بوادي العرب وخيامهم ومضاربهم، فالعرب يعرفونه ويهشون له أكثر من الأسد. إذا عندما أقول ذئب فالذهن ينصرف إلى إيش؟ ينصرف إلى ذلك الحيوان الجميل. إذا هذه هي الحقائق، هذه كلها حقائق. لأنها إيش؟ لأن هذه الكلمات أطلقت إيش؟ أطلقت على إيش؟ على هذه المسميات نفسها، فهي إيش؟ فهي حقيقة، يعني المعنى مستقر لهذا. وقلنا أن الحقيقة هي إيش هي؟ يعني هي أصل كلام العرب، وهي يعني هي الأصل. أما المجاز فهو الذي يقابل الحقيقة، المجاز هو الذي يقابل الحقيقة. فالمجاز في اللغة بمعنى الانتقال والحركة وعدم الاستقرار، يقال أو نقول جاز بالمكان، أي إيش؟ أي مر به متحركا وانتقل إيش؟ وانتقل منه إلى مكان آخر. فكلمة جاز على معنى الانتقال. ولذلك ماذا قال امرؤ القيس؟ قال فلم في طبعا في المعلقة: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقلي. قال فلما أجزنا إيش؟ انتقلنا من ساحة الحي إلى إيش؟ إلى مكان آخر. إذن المجاز معناه الحركة وإيش؟ والانتقال. هذا إيش؟ هذا في اللغة. وأنا أذكر، يذكرون ربعنا العراقيين أيضا، أنا أذكر بيوتنا القديمة، أنا ساكن بيها، بيوتنا القديمة هي عبارة عن إيش؟ عن مجموعة غرف يتوسطها فناء، هكذا حتى في بغداد نفس الشيء، يعني بغالب مناطق العراق مناطق إيش؟ أو عفوا غرف يتوسطها فناء. باب البيت فيه طريق مسقف، يعني هنالك طريق مسقف من باب البيت إلى هذا الفناء، طريق مسقف يوصل إلى الفناء، وهذا الفناء يوزع إيش؟ يوزع على الغرف.
الفناء. هذا خلق كريم، هذا الطريق المثقف الذي من باب البيت إلى الفناء، هذا نسميه إيش؟ نسميه مجاز بالعراق، نسميه مجاز بكسر الميم، هو الحقيقة مجاز، نسميه مجاز. ما معنى يعني إيش؟ أن هذا الطريق، هذا الطريق يوصل من الباب إلى إيش؟ إلى الفناء، نسميه مجاز. يعني إيش؟ أنك لا تقف فيه، تتحرك تنتقل فيه، فيسمى إيش؟ يسمى مجاز. إحنا نسميه نسميه مجاز. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه يوصل الماشي إلى إيش؟ إلى فناء الدار، كي إيش؟ كي ينتقل إلى إيش؟ إلى باقي الغرف. إذن المجاز في اللغة هو إيش؟ هو الحركة والانتقال، وسمي المجاز مجازا أو بهذا الاسم لأن الكلمة انتقل بها من إيش؟ من حقيقتها إلى إيش؟ إلى معنى آخر، وهو إيش؟ وهو المجاز. فسمي المجاز مجازا لأن معنى الكلمة انتقل به إلى إيش؟ إلى معنى جديد. لذلك قالوا إيش؟ قالوا أن المجاز من أغراضه أنه إيش؟ أنه يولد معاني جديدة. فهو إيش؟ فهو من يعني أدوات الاشتقاق في العربية، من أدوات توليد المعاني. المجاز من أدوات توليد المعاني. يعني مثلا لو قلت نطقت الحكمة، مثلا الحكمة ما تنطق، الحكمة لا تنطق، الذي ينطق من؟ هو الإنسان الناطق. إذن أنا إيش؟ أنا ولدت معنى جديدا عندما قلت نطقت الحكمة واستعملت المجاز. إذن إيش؟ إذن هذا فيه توليد لمعاني جديدة. فقالوا أن المجاز إيش؟ أن المجاز فيه عنصر التوالد للمعاني، وهذا من أغراض المجاز وسنأتي إليها إن شاء الله. إذن المجاز في الحقيقة أو المجاز في اللغة هو إيش؟ هو الانتقال والتحول. أما في الاصطلاح، يعني الاصطلاح البلاغي، عندما نقول التعريف يعني لغة واصطلاحا، طبعا التعريف اللغوي هو سابق على إيش؟ على التعريف الاصطلاحي قطعا. التعريف الاصطلاحي متأخر، فيسبقه إيش؟ يسبقه التعريف اللغوي، والتعريف اللغوي هو الأصل. يعني الاستعمال اللغوي هو الأصل، والتعريف الاصطلاحي هذا إيش؟ هذا فرع عنه. إذا المجاز في اصطلاح البلاغين أيضا عرفوه تعريفات حقيقة كثيرة، وأنا اخترت أيسر تعريف، ويعني أبدعت تعريفا جديدا، اصطلحت على تعريف جديد للمجاز، فقلت أن المجاز هو الكلمة أو التركيب، الكلمة أو التركيب المستعمل في غير ما وضع له في أصل اللغة لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. إذن المجاز هو إيش؟ هو الكلمة. طبعا البلاغيون القدماء رحمة الله عليهم يقولون الكلمة المستعملة، أنا أدخلت التركيب فقلت الكلمة، حتى ايش؟ حتى يشمل المجاز المرسل، ويشمل ايش؟ ويشمل الاستعاره، وهو المجاز اللغوي. فقلت المجاز هو الكلمه او التركيب، ادخلت التركيب كقيد. لماذا؟ لان المجاز العقلي لا يحصل الا في التركيب، المجاز العقلي لا يحصل الا في تركيب، وسناتي اليه. إذن هو إيش؟ هو الكلمة أو التركيب المستعمل في غير ما وضع له. يعني إيش؟ هذا المجاز في أصله إيش؟ في أصله حقيقة، لكنه انتقل إيش؟ انتقل إلى إيش؟ إلى المجاز، مثل ما ذكرت في إيش؟ في نطقة الحكمة. فهذا إيش؟ هذا كلمة الحكمة استعملت في غير ما وضعت له، لأن إيش؟ لأن الذي ينطق هو إيش؟ هو الإنسان. إذن التعريف هو الكلمة أو المجاز هو الكلمة المستعملة أو التركيب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة. ما معنى العلاقة؟ العلاقة أنه لا بد أن يكون هنالك
ارتباط بين المعنى الأصلي، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لا بد أن يكون هنالك ارتباط بين إيش، والتشابه حقيقة بين إيش، بين المعنيين. يعني على سبيل المثال، لما أقول مثلا رأيت أسدا في الجامعة يكتب، أنا دائما أستعمل هذا التعريف أو هذا المثال حتى أقرب يعني الصورة للطالب. عندما أقول رأيت أسدا في الجامعة يكتب، هنا كلمة أسد طبعا مجاز، لأن إيش، لأن الأسد إيش، الأسد لا يكتب. إذا هذه إيش، هذه كلمة استعملت أولا في غير ما وضعت له لعلاقة. يعني كلمة الأسد لها ارتباط مع الأصل الحقيقي، وهو إيش، وهو الرجل الشجاع. فلكون الأسد عند العرب يرمز إليه بالشجاعة، ها، لذلك إيش، لذلك يعني ربطوه، قارنوه إيش بالمعنى الحقيقي، وهو إيش، وهو الرجل الشجاع. إذن الكلمة أو التركيب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. القرينة يعني إيش؟ يعني مفردة منطوقة أو حالية، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. يعني إيش؟ حتى يعد المجاز مجازا لابد أن تكون هنالك قرينة يعني مفردة في التركيب، أو يفهم المجاز من السياق. هذه القرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، تدفع المعنى الحقيقي وتقرر المجاز. مثلا قولنا رأيت أسدا في الجامعة يكتب، كلمة يكتب هذه قرينة مفردة منعت إيش؟ منعت الحقيقة ودفعت المجاز، لأن الأسد ما يكتب، خلاص ما يكتب. نطقت الحكمة، الحكمة ما تنطق، لا تنطق الحكمة. إذا كلمة نطقت هذه إيش، هذه قرينة مفردة منعت إيش، منعت من إرادة إيش، من إرادة المعنى الحقيقي. كذلك في بعض الأحيان يقولون السياق يعني يكون حاكما، ها، السياق يدل على ايش، يدل على ان ايش، على ان في التركيب مجاز. مثلا لما نقول مثلا القرآن ينقل الناس، ها، من الظلمات الى النور، لو ناتي يعني نتباحث في هذا الموضوع، هل فعلا القرآن حقيقة يعني ينقل الناس نقلا حقيقيا، والنقل معروف، النقل للمحسوسات، ينقلهم من الظلمات إلى، من مكان فيه ظلمات إلى مكان فيه نور؟ طبعا يعني الجواب أعتقد أنه إيش، أنه لا ينقل، لكن إيش، السياق دل على ذلك، السياق حكم إيش، حكم بأن إيش، بأن هو ها هنا مجاز وليس على الحقيقة. يعني ما عندنا، لا توجد عندنا مفردة حقيقية موجودة في السياق تدل على ذلك. ما عندنا مثل تكتب أو مثل نطقة الحكمة، ما عندنا، لكن السياق دل على ذلك، المعنى دل على ذلك. فقالوا إيش، قالوا هذه القرينة ها هنا حالية، ها، منهم من قال حالية يعني أنها حالة في السياق، ومنهم من قال أنها حالية، ها، بدون تشديد الياء. يعني إيش، يعني أنها إيش، حال كونها موجودة في إيش، في التركيب. إذا هذه القرينة لا بد أن تكون إيش، أن تكون موجودة في السياق، سواء كانت قرينة يعني حقيقية موجودة لفظية، أو إيش، أو كانت قرينة مثلا إيش، قرينة حالية مثل ما ذكرنا في بالنسبة للقرينة الحالية. إذا هذا هو تعريف المجاز، كلمة أو تركيب استعمل في غير ما وضع له في أصل اللغة
لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. يعني مثلا لو قلت سافر الخبر، هل هذا التركيب يعني على الحقيقة أم فيه نوع من أنواع المجاز؟ لو قلت سافر الخبر، طيب كيف استنبطتم أنه مجاز؟ يعني لو قلت لا، أن الخبر على الحقيقة، كيف استنبطتم أن هذا التركيب مجاز؟ لأن الخبر إيش؟ لأن الخبر أمر معنوي لا يسافر. الخبر أمر معنوي لا يسافر، من هو الذي يسافر؟ الذي يسافر هو إيش؟ هو المحسوس. الإنسان قد يسافر، الحيوان قد يسافر به، صح ولا لا؟ ها؟ فقال إيش؟ فاستنبطنا من هذه المذاكرة البلاغية أن إيش؟ أن في التركيب إيش؟ في التركيب مجاز. إذا قولنا سافر الخبر، هذا إيش؟ هذا مجاز وليس بحقيقة. لماذا؟ لأن إيش؟ لأن الخبر لا يسافر. كذلك لو قلت مثلا رأيت قمرا يصول على الأعداء بسلاحه، رأيت قمرا يصول على الأعداء بسلاحه، هل هذا الخبر على الحقيقة أم على المجاز؟ مجاز، يعني ليس بالحقيقة. كيف استنبطتم أنه على الحقيقة؟ يعني لو قلت لا، أنا أقول هذا على الحقيقة، كيف استنبطتم أنه على المجاز؟ من الذي يصول؟ من الذي يصول على الأعداء؟ الرجل الشجاع، صح ولا لا؟ هو الذي إيش؟ هو الذي يصول. إذا كأنكم استنبطتم أن في مفردة قمر مجاز، صح ولا لا؟ كأنكم تقولون أن في مفردة قمر مجاز. طيب، ما هي القرينة التي صرفت المجاز إلى الحقيقة، الحقيقة إلى المجاز؟ هنالك قرينة، كلمة يصول. إذن كلمة يصول هي إيش؟ هي قرينة مفردة منعت ودفعت الحقيقة وإيش؟ وقررت المجاز، عينت المجاز. لأن إيش؟ لأن القمر لا يصول. القمر إيش؟ القمر يعني في مكانه، وإن كان يتحرك لكن لا يصول إيش؟ لا يصول على الأعداء. طيب، عندما قلت رأيت قمرا، خلي أكتبها، رأيت قمرا يصول على الأعداء بسلاحه، هنا كلمة بسلاحه هذا جار ومجرور، بماذا تعلق؟ بماذا تعلق كلمة بسلاحه؟ بيصول، يعني يصول مرتبطا بسلاحه، مقترنا بسلاحه، صح ولا لا؟ حال كونه بسلاحه، صح ولا لا؟ إذا قد يكون إيش؟ قد يكون هذا إيش؟ هذا كلمة بسلاحه، قد يكون إيش؟ قد يكون صفة لمن؟ صفة لقمران. ها؟ وهو يتعلق، خلاص يتعلق بيصول، هل يمكن أن يتعلق بسلاحه برأيته؟ هل يمكن أن يتعلق برأيته؟ يعني هل يمكن أن أقول رأيت بسلاحه؟ ها؟ رأيت بسلاحه؟ ما ممكن.
يعني المعنى يضطرب، إذ يتعلق إيش؟ يتعلق بسلاحي بإيش؟ بأصول. زين، ممكن على الأعداء يتعلق بإيش؟ بإيش؟ برأيته، ممكن، ولا حرج في ذلك، ممكن. إذن طبعا ليس كل فعل، نعم. إذن القرينة التي إيش؟ التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي في قولنا رأيت قمرا يصول على الأعداء هو إيش؟ هو كلمة يصول. لأن إيش؟ لأن مهمة جدا أخي الكريم، مهم جدا مسألة البحث عن القرينة، لأنه في كتب القدماء الله يرحمهم بعض الأحيان يأتي لك بإيش؟ يأتي لك ب يعني تركيب يحتمل الحقيقة والمجاز. هو يقول لك مثلا، يجيب لك رأيت قمرا، ها قمرا بمعنى ايش؟ الرجل الوسيم او المرأة الحسناء، ها ما يذكر القرينة. من المهم بمكان اخي الكريم ان ايش؟ انه اذا استعملت تركيبا مجازيا ان تذكر القرينة. يعني لو قلت مثلا رأيت شمسا، واقول لك هذا في كلمة شمسا مجاز، يعني أني رأيت الرجل الوضاء، هذا ناقص. يعني ممكن أنت تقول لي لا، هذا التعبير لا يحمل على المجاز مطلقا، أو أنه قد يحمل على الحقيقة. رأيت إيش؟ رأيت يعني قمرا، ها ممكن يحمل على الحقيقة، يعني أنا أنظر إلى القمر، صح ولا لا؟ على الحقيقة. لكن عندما تقول رأيت قمرا يكتب، خلاص تعين المجاز. إذا لابد من قرينة تدفع الحقيقة وإيش؟ وتعين المجاز. قبلا في كتب القدماء الله يرحمهم هذه المعلومات، يعني عفوا هذه المسألة، يعني مسألة رأيت قمرا، أن قمرا عندهم مجاز، هذه عندهم وإيش؟ عندهم أمر مسلم. لماذا؟ لأنهم يميزون، ها يميزون يعني بين الحقيقة والمجاز بسرعة. يعني إيش؟ عندما القدماء مثلا، السكاكي الله يرحمه توفي سنة 626 للهجرة، عندما مثلا عندما يقول رأيت قمرا، قمرا هذا مجاز وكذا، هذا كان يكتب إيش؟ يكتب الربع الوقت، كانوا يكتبون إيش؟ يكتبون لأهل زمانهم، أهل زمانهم بسرعة يعرفون هذا مجاز. أما في زماننا لا، لابد أن إيش؟ أن نذكر القرينة. فمن المهم بمكان إيش؟ من المهم بمكان أن إيش؟ أن تذكر القرينة. إيش؟ القرينة في التركيب، وإلا إيش؟ وإلا التركيب هو إيش؟ في أصله على الحقيقة، يعني يكون مثل ما ذكرنا رأيت إيش؟ رأيت قمرا، هذا على الحقيقة، ها يعني أنا أنظر إلى القمر، يعني لا توجد قرينة تصرف إيش؟ تصرف الحقيقة إلى المجاز، ما موجودة. لذلك إيش؟ لذلك يحتمل إيش؟ يحتمل المثال الأمرين، الحقيقة والمجاز، وهذا يسبب إرباكا لطالب العلم أخي الكريم. ها ولغة العرب إيش؟ لغة العرب مبناها على الوضوح، مبناها على البيان، وليس مبناها على إيش؟ على يعني ال 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 الإرباك. إذا لابد إيش؟ لابد إيش؟ لابد من يعني ذكر القرينة، ذكر المفردة التي إيش؟ التي تصرف إيش؟ تصرف الحقيقة إلى إيش؟ إلى المجاز. طبعا ذكرنا أخي الكريم أن المجاز لا ينتقل إليه إلا لغرض بلاغي بياني مقصود، يعني أصل كلامك هو إيش؟ هو على الحقيقة، تتكلم على الحقيقة مع الطلاب، تتكلم مع الأهل، تتكلم مع الناس في البيع والشراء، ها كل هذا تتكلم إيش؟ تتكلم فيه على الحقيقة. لكن قد يعدل إلى من الحقيقة إلى المجاز لأغراض، لأغراض. فمن هذه الأغراض أخي الكريم التي ينتقل إلى المجاز من الحقيقة، ال 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 الغرض الأول هو إيش؟ هو المبالغة. يعني أنت إذا أردت أن تبالغ
في الوصف، فلا بد أن تنتقل إلى المجاز. يعني على سبيل المثال أقول زيد كريم، هذا إيش؟ هذا على الحقيقة زيد كريم، لكن إذا أردت أن أبالغ فلا بد إيش؟ لا بد أن أنتقل إلى إيش؟ إلى تركيب أعلى. فماذا أقول؟ فأقول زيد كالبحر في الكرم، انتقلت إلى التشبيه. إذا أردت أن أبالغ أكثر فلا بد أن أرتقي إلى إيش؟ إلى المجاز الذي هو أبلغ من التشبيه. فأقول مثلا ليس لجوده ساحل. إذن إيش؟ إذن هنا المجاز ليس لجوده ساحل، هذا مجاز. هنا بالغت في إيش؟ بالغت في وصفه بالكرم. إذا أردت أن أبالغ أكثر فلا بد أن أنتقل إيش؟ أن أنتقل إلى الكناية. لذلك قالوا إيش؟ قالوا أن الكناية هي أعلى درجات الوصف. لذلك ماذا قال تعالى؟ قال بل يداه مبسوطتان. هذا قال البلاغيون والمفسرون رحمة الله عليهم، قالوا هذه أبلغ وأعلى وأسمى درجات الكرم. هذه كناية عن إيش؟ عن صفة الجود، والكناية هي أعلى مراتب الوصف. إذن حقيقة تشبيه استعارة أو مجاز مرسل كإيش؟ كناية. إذن المجاز يعدل إليه إيش؟ يعدل إليه لإيش؟ لغرض المبالغة في الوصف. كذلك يعدل إلى المجاز إذا أريد إيش؟ إذا أريد الاتساع في المعنى، مثل ما ذكرنا أن المجاز هو نوع من أنواع يعني التوالد في اللغة، الاتساع في المعنى. يعني عندما أقول مثلا زيد شجاع، هذا تعبير على الحقيقة، لكن إذا أردت أن أعطي للمعنى اتساعا أكثر فلا بد أن أنتقل إيش؟ أن أنتقل إلى المجاز. فأقول زيد، ها، أو أقول أسد زارني، أسد زارني. يعني إيش؟ هنا اتسعت، أعطيت للمعاني اتساع أكثر، أعطيت للمعاني اتساع أكثر. لذلك لاحظوا ماذا قال المتنبي رحمة الله عليه. طبعا المتنبي هو من الكوفة، و هو درس علوم العربية على أشهر علماء عصره. يعني المتنبي الله يرحمه ما حاز هذا العلوم في الشعر لموهبته فقط، لا، المتنبي الله يرحمه درس على خيرة علماء الكوفة والبصرة في زمانه، فهو أخذ اللغة عن ابن دريد صاحب كتاب جمهرة اللغة، وأخذ عن الأخفش البصري، وأخذ عن ابن السراج رحمة الله عليه أيضا من البصرة صاحب كتاب الأصول في النحو، وأخذ عن فقهاء الكوفة كذلك. لذلك الذي يقرأ في ديوان المتنبي الله يرحمه يجد لفتات فقهية مبثوثة في شعره. لماذا؟ لأنه أخذ عن بعض فقهاء الكوفة، درس على بعض فقهاء الكوفة. إذن ماذا يقول المتنبي في وصف شجاعة سيف الدولة؟ يقول فلم أرى قبلي
من مشى البحر نحوه، ولا رجلا قامت تعانقه الأزد. فيقول: فلم أر قبلي من مشى البحر نحوه. هل هذا التركيب على الحقيقة؟ هذا الصديق. ما هي القرينة التي منعت التركيب من أن يكون على الحقيقة؟ مشى، لأن البحر لا يمشي، صح ولا لا؟ إذن لو قال المتنبي رحمة الله عليه، طبعا هو توفي سنة 354 للهجرة، لابد أن نعتني جميعا بباب الوفيات، ها؟ لابد أن نعتني بالوفيات، لأن هذا علم قائم بذاته، وألفت مصنفات في هذا الباب، وفيات الأعيان لابن خلكان وغيره، فهو باب مهم أخي الكريم، أن نعتني بالوفيات، وفيات الشعراء، وفيات العلماء، وفيات المفسرين، وهكذا. طبعا المحدثون أول من يعني اعتنى، أكثر من اعتنى بالوفيات في هذا الباب. فيقول المتنبي: فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه. فلو قال المتنبي: فلم أرى قبلي كريما مثله، أظن الصورة باهتة، صح ولا لا؟ على الحقيقة يعني أظن أن الصورة عادية، ما فيها يعني عنصر التأثير. طبعا أيضا سنأتي أو من ضمن يعني أسباب العدول إلى المجاز، يعني بث عنصر التأثير في المتلقي. إذا المتنبي الله يرحمه عندما قال: فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه، أراد إيش؟ أراد أولا المبالغة، وأراد الاتساع في المعنى، أراد توليد معنى جديد، ها، يبعث في المتلقي إيش؟ عنصر التأثير. فقال إيش؟ فقال: فلم أرى قبلي من مشى. لو قال: فلم أرى قبلي كريما مثله، يمكن الصورة باهتة، صح ولا لا؟ ما فيها تأثير، ما فيها توليد معاني جديدة، ما فيها مبالغة، وحتى ما فيها إثراء، ها، ما فيها إثراء، ما فيها ثراء. لكن عندما قال: فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه، لا، أفاد هذه المعاني الرائعة التي إيش؟ التي أو الأغراض الرائعة التي يخرج إليها المجاز. ولا رجلا قامت تعانقه الأزد. أيضا في مفردة الأسد، هذا إيش؟ هذا يعني مجاز وليس بحقيقة، هذا استعارة تصريحية تبعية، شبه الرجال الشجعان إيش بالأسود. إذا هذا المجاز يولد إيش؟ المجاز يولد عناصر المبالغة، الاتساع في المعنى، التأثير في نفس المخاطب، يبعث عنصر الجمال، ها، والجلال في التركيب. يعني لاحظ مثلا قوله تعالى: وأنزلنا إليك نورا مبينا. النور، المفسرون الله يرحمهم قالوا إما القرآن وإما التشريع. فلاحظ كيف أن كلمة نورا كيف أعطت جمالا للتركيب، يعني جمالا رائقا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، شبه القرآن بالنور. إذن هذه استعارة إيش؟ هذه مجاز بالاستعارة، استعارة تصريحية أصلية. إذن من أغراض المجاز، من أغراض استعمال المجاز هو إيش؟ هو يعني إعطاء التركيب جمالا أكثر، وقلقا أكثر، وإشراقا إيش؟ وإشراقا أكثر. كذلك نلحظ نلحظ من أغراض استعمال المجاز
هو إيش؟ هو نقل المعنويات إلى صورة محسوسات. يعني المجاز، ولا سيما الاستعارة المكنية والمجاز العقلي، سنأتي إليه، هذا يجسد المعنويات في صورة محسوسات متحركة تتحرك. إذن هذا أيضا إيش؟ أيضا غرض من أغراض استعمال المجاز. وهذا يسمى في البلاغة الحديثة التجسيد أو التجسيم. فهو إيش؟ هو نقل المعنوي إلى صورة محسوس متحرك. ودرسنا في الدكتوراه بيت شعر يعني على هذا الموضوع، التجسيد أو التجسيم أو نقل المعنوي إلى محسوس. قول الشاعر: غزتني جنود الحب، ما ذكر يعني تكملته، يعني غزتني جنود الحب. فهنا هذا الصدر فيه إيش؟ فيه تجسيد، ها يعني يعني صور صور إيش؟ صورت نفثات الحب، صورت بصورة إيش؟ بصورة جيش يغزو، والله ما أدري للمن، ما أذكر يعني للمن، وما سبحان الله ما حفظته، بس أتذكر هذه المقطوعة. ها، وكان دائما يردد علينا الدكتورة، كانت تدرسنا الله يحفظها، ما زالت موجودة، كنت أناقشها، هي أستاذتي ويعني أحترمها جدا، كنت أقول لها: دكتورة، أنا لا أجد فرقا بين التجسيم والتجسيد. هي تغتاظ: ها، كيف كيف لا؟ أقول لها: والله لم أجد فرقا على طول بحثي في هذا الباب. طبعا أنا أتكلم فصيح بالمحاضرة، ويعني الطلاب والأساتذة يعرفوني في هذا الباب، ما أتكلم جلفي، بالعراقي نقول جلفي، ما أتكلم بالمحاضرة جلفي، يعني عندما كنت طالبا في الماجستير والدكتور. فكنت أقول لها: والله يا دكتورة، لا أجد فرقا بين التجسيد والتجسيم، أكو وحدة أخرى ما أدري شنو هي، هم مصطلح آخر هم ترتبط بها. أقولها: لم أجد فرق على طول بحثي، هي نفسهن، هن هذن جامعين هن نفسهن. المهم التشخيص، أحسنت، التشخيص. ها، قبل يعني مدة قليلة كنا جالسين في اجتماع القسم وكنا نتباحث في هذا الأمر، فكانت الدكتورة جالسة وزوجها الدكتور أيضا جالس، ها، أيضا هو كان مشرف علي الله يحفظه، ها، مشرف ثاني في الدكتورة، وأيضا صار حديث عن هذا الموضوع. فأيضا ذكرت لهم نفس الشيء، ها، قلت لهم: والله على طول بحثي لم أجد فرقا، والزوج والزوجة انهالوا علي، ها، هذا ده هاي درستني وهذا درسني مشرف. قلت لهم: كل الأدلة والأمثلة التي جاء بها أهل البلاغة على الفرق بين التجسيد والتجسيم والتشخيص كلها واحدة تنصرف إلى هذا. هاجوا علي المهم، نعم، لم أجد فرق حقيقة بين التشخيص. إذن المجاز أخي الكريم ينقل المعنويات إلى إيش؟ إلى صورة محسوسات. مثلا مثل ما ذكرنا إيش؟ مثل ما ذكرنا في إيش؟ في طار الخبر. يعني هنا الخبر إيش؟ هو معنوي. نطقت الحقيقة، الحقيقة هنا إيش؟ هنا أمر معنوي. ها؟ فهذه المعنويات صورة إيش؟ صورة بصورة محسوسات تنطق وتطير. ها، سافر إيش؟ سافر الأمل، ها، بث الأمل، سافر الأمل. الأمل هو أمر محسوس، عفوا معنوي، لكن إيش؟ صور بصورة إيش؟ بصورة محسوس، قصدا للتجسيد، ها، قصدا للتجسيم، قصدا للتشخيص، حتى إيش؟ حتى يكون إيش؟ يكون كشاخص، ها، كشاخص ينظر إليه. وهذا أيضا يدخل في باب الصورة البلاغية، أيضا كذلك يدخل في باب الصورة البلاغية، يعني يجسم إيش؟ يجسم صورة إيش؟
صورة واضحة كأنك إيش كأنك تراها. طبعا الشواهد كثيرة على هذا الباب، التفسير والتجسيم، كما في قول امرئ القيس في معلقته. طبعا امرئ القيس هو جاهلي، وهو معروف صاحب المعلقة الشهيرة التي قال عنها الشيخ الدكتور محمد المصري، نسيت اسمه، لقب محمد ايش، محمد ابو موسى، اشكرك ابو محمد، ها، قال عنها، عن هذه المعلقة الشيخ محمد ابو موسى قال عنها انها قلادة جيد الشعر العربي. معلقة امرأة القيس يقول عنها قلادة الشعر العربي، أو قلادة جيد الشعر العربي. فيقول امرأ القيس، يقول أغرك مني أن، كثير منكم يحفظوها يعني، ما أحتاج إلى أن أفسرها، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. هنا يقول أغرك مني أن حبك قاتلي، هو الحب معنوي ما يقتل، صح ولا لا؟ لكن إيش، لكن امرؤ القيس صور إيش، صور الحب بصورة إيش، بصورة يعني شيء محسوس ينقض على شيء آخر فإيش، فيقتله. فقال أغرك مني أن حبك قاتلي. إذا صور إيش، صور الحب بصورة إيش، تصوير، تجسيم، جسمه بصورة إيش، بصورة محسوس ينقض فيقتل. إذا التصوير عنصر وغرض من أغراض إيش، من أغراض استعمال إيش، استعمال المجاز. طبعا القرآن الكريم حافل الحقيقة، حافل بعناصر المجاز التي إيش، التي غرضها التصوير. ولذلك الله يرحمه سيد قطب صنف كتابا يعني جيدا في بابه، ها، التصوير الفني في القرآن الكريم. أتى بآيات حقيقة يعني ذكر أن فيها إيش، أن فيها طبعا عندما يقول تصوير هو يقصد إيش، يقصد يعني المجاز، يعني المجاز بالاستعارة، المجاز بالمجاز المرسل إلى آخره. لكن هو اصطلح يعني، ابتدع مصطلحا جديدا سموه التصوير الفني. فعلا أنا قرأت كتاب التصوير الفني، ذكر يعني فيه حقيقة آيات شريفات فعلا كأنها إيش، كأنها يعني صورة أمامك. فهذا من الكتب حقيقة النفيسة في بابها، التي إيش، التي ذكر فيها رحمه الله الآيات التي إيش، التي فيها إيش، التي فيها تصوير. طبعا أنا ذكرت في الورقة التي أرسلت بها إليكم، ذكرت أن كلام العرب ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة ما تفرعت عند البلاغيين، عند الأصوليين وعند أظن المناطق تفرعت، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، حقيقة كذا، ها، لكن عند البلاغيين الحقيقة واحدة، لم تتفرع. لأنها إيش؟ لأنها ثابتة. فالحقيقة لم تتفرع، المجاز تفرع. فالمجاز ينقسم إلى إيش؟ ينقسم إلى مجاز عقلي، والمجاز العقلي طبعا لم يتفرع، هو واحد لكن علاقاته تتعدد، وسنأتي إليه. إذا المجاز العقلي هو النوع الأول من أنواع المجاز، وهو إيش؟ وهو يعني إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل لغير فاعله، كما في قولنا مثلا شفى الطبيب المريض، الأصل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، لكن أسند الشفاء للطبيب باعتبار أنه سبب في الشفاء. هذا هو النوع الأول من أنواع المجاز، وهو المجاز العقلي، وهو لا يتعدد لكن إيش، علاقاته تتعدد. النوع الثاني هو إيش، هو المجاز اللغوي. المجاز اللغوي هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في أصل اللغة، وهذا المجاز اللغوي يحصل في اللغة لا يحصل في الإسناد. المجاز العقلي يحصل في الإسناد، وسنأتي إليه.
المجاز اللغوي يحصل في اللغة، في المفردة الواحدة. وهذا المجاز اللغوي ينقسم إلى إيش؟ إلى مجاز مرسل، وإلى إيش؟ وإلى استعارة. إذا أعود، وربما الورقة أمامكم، أعود فأقول هذا التقسيم مهم جدا أخي الكريم. هذا التقسيم هو يعني ابتدعه شيخنا المشرف الدكتور أحمد حمد محسن الجبوري رحمة الله عليه، توفي قريبا وتأثرت عليه حقيقة. فهو ابتدع هذا التقسيم حقيقة كي يبسط على إيش؟ على الطلاب يعني تقسيمات يعني المجاز، حتى إيش؟ حتى لا يتشتت ذهنه في التفريعات والتقسيمات المنطقية التي يعني ترهق الطالب. فقسمه إلى الحقيقة والمجاز. المجاز يقسم إلى مجاز عقلي، ما في تقسيمات. المجاز اللغوي يقسم إلى إيش؟ إلى استعارة، وإلى إيش؟ وإلى مجاز مرسل. وبإذن الله تعالى في الدرس القادم سندرس أول نوع من أنواع المجاز، وهو المجاز العقلي. المجاز العقلي ما فيه فروع، لكن فيه علاقات، وسنأتي إلى علاقات المجاز العقلي بإذن الله تعالى، ونتبين السر البلاغي والبياني لاستعمال هذه العلاقات، إذ استعملت في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي شعر العرب، استعملت استعمالا يعني بيانيا مقصودا رائعا. وسنأتي إلى إيش؟ إلى الأسرار البلاغية والبيانية لاستعمال المجاز العقلي بإذن الله تعالى. إذا هذا ما استطعت أن أقوله في هذه العجالة، وأنتظر منكم يعني المشاركة والأسئلة والمذاكرة. يعني ما شرط أسئلة، يعني أنا ما أحب درس يكون درس يعني كلاسيكي أو يعني هكذا، بل مدارسة. يعني إذا أحببتم أن نتذاكر كما تذاكر علماء أصول الحديث رحمة الله عليهم، ها يعني نتذاكر في المعلومة، نتباحث فيها. مو شرط يعني أسئلة وأجوبة، يعني هذا التقليد الكلاسيكي. لا، علماء الحديث كانوا إيش؟ كانوا يبنون نقاشهم على المذاكرة، مو على الملاهدة. العراقيين يعرفون شنو الملاهدة، ها يعني أكو بعض طلاب العلم يريد يلاهد المعلم كذا. المهم، فنحن مثل يعني علماء طلاب أصول الحديث، مبنى حديثنا عليش؟ على المذاكرة. وآمل من لجنة الإشراف أن تفتح المايك حتى يعني نتذاكر. نعم. إيه نعم، تفضلوا. إذا المايك مفتوح فتفضلوا، الذي يريد أن السلام يشارك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أبو خليل، حياك الله يا شيخنا، ألف هلا. بوركت، زادك الله علما وتقوى، شلونك زادنا يا الله من شيخ؟ علمك. الله يرحم الله يرحم والديك يا دكتور، جزاك الله خيرا. بعدها حلوة ديرتك ولا؟ اي حلوة، وانت وبزيارتك ومن يسمع الان تحلو. إن شاء الله، الله يسهل. تفضل أبو خليل. دكتور، في تقسيمك أين نجد التشبيه من هذا التقسيم؟ أنت قسمت الكلام إلى حقيقة ومجاز، والمجاز إلى مجاز عقلي ومجاز مرسل والله واستعارة هذا عليه. سؤال، والله هذا سؤال جيد. يعني أين يقع التشبيه في كلام العرب؟ هل هو من الحقيقة أم من المجاز؟ ماذا تقولون؟ اكتبوا لي، هل هو من الحقيقة التشبيه أم من المجاز؟ ما الحقيقة أتوقع ولا؟ أنا أقرأ بين حقيقة وبين مجاز، بين حقيقة وبين مجاز. أنا أرى أن حقيقة يا دكتور، فيما أعلم والله أعلم. طبعا غالب البلاغيين قالوا أن التشبيه من الحقيقة وليس من المجاز. بعض البلاغيين نعم قال أنها مجاز، لكن حقيقة ما اتفق عليه البلاغيون أن التشبيه من الحقيقة وليس من المجاز. إيه نعم. بارك الله فيك يا دكتور.
إذا تسمح لي في سؤال ثاني إذا الوقت يسمح، ما ودي أخذ الوقت تفضل على الله. تفضل تفضل ابو خليل. دكتور، أنت في بداية حديثك الكريم حدثت أن المجاز قليل في القرآن الكريم، صح ثم قلت في آخر المحاضرة كثير من الآيات حافل بالمجاز أو كذا أو نحوها، فاتتني العبارة. لا، المجاز ورد قليلا في القرآن، وهذا ما صحيح، ذكره شيخنا واستاذنا الدكتور احمد حمد محسن الجبوري الله يرحمه في الله كتابه يرحمه. النفيس، موسوعة اساليب المجاز في القرآن الكريم. كذلك البلاغيون المتقدمون ذكروا ان المجاز في القرآن قليل جدا، يعني لا يعني غالب آيات القرآن الكريم هي على الحقيقة وليست على المجاز، ولا سيما احاديث العقائد، احاديث الاحكام، يعني هذان النوعان وردا كثيرا على الحقيقة ولم يرد على المجاز. لكن أنا وجدت من خلال رسالتي للدكتوراه وجدت أن بعض آيات الأحكام فيها مجاز. وجدت ها أن من خلال رسالتي بعض آيات الأحكام فيها إيش؟ فيها استعارة، فيها كذا، فيها وجد فيها مجاز مرسل، نعم، يعني ليس على إطلاقه. لكن الذي قاله علماء البلاغة رحمهم الله أن غالب آيات القرآن الكريم هي على الحقيقة وليست على المجاز. نعم، شكرا، شكرا يا دكتور، حياك الله. بارك هلا الله. أبو خليل، شكرا. أي نعم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أبو وليد. الدكتور انا ما اشارك الا اذا ما في احد يشارك يعني. لا، لك المشاركة كلها، تفضل أبو وليد. الله يغنيك يا دكتور. دكتور، الان نرجع للترتيب الذهني. الآن كل كتب اللغة العربية إذا جت تعرف الكلام تقول الكلام هو اللفظ المفيد. إذا كان عندنا أن الكلام هو اللفظ المفيد، غير الكلام المفيد يقولون هو اللغو. إذا كيف إذا كان أهل اللغة العربية وأهل اللسان منذ القديم، منذ طلع تعريف اللسان العربي، يقولون أنه مفيد وغير مفيد، إذا كيف ندخل المجاز في هذا إلا أنه شيء طارئ لشيء استحدث أفسد اللسان من خلاله، ايش؟ أفسد اللسان العربي من خلاله؟ أنا فقط هذه مشاركة اليوم يا دكتور، وبكرة أشارك مشاركة ثانية في هذا الموضوع، لكن تدلل ابو ترتيب وليد. المراد هو يا دكتور ترتيب المراد، لأننا لا نريد أن ننطلق من قبل الكتب اللغة العربية اللي منذ ألفت الكتب، منذ تكلم الأسود الدؤلي والإمام علي بن أبي طالب كما نقل عنه، لا نريد أن نتقدم يعني في هذه الفترة، لكن نريد أننا كيف نتعلم في كتب اللغة وكتب اللحن وكتب اللغة العربية أن الكلام مفيد غير مفيد. هذا هو اللسان العربي، كيف دخلت علينا هذه العلوم أو هذه المصطلحات التي أفسدت؟ ليس يا دكتور، أنا ما أعلق الأمر بالصفات ولا بأسماء الله ولا صفات الله، إحنا نريد أن نتعلق باللسان العربي. فمثلا الإمام الشافعي عندما تكلم في المسألة لم يعلقها بالصفات ولم يعلقها بأي أمر، وكان تأليف الشافعي هو لبيان اللسان العربي، لكن هو طبق على أصول الفقه وطبق على كيف يفهم من ناحية الأحكام فقط. أما الشافعي كان تركيزه في الرسالة اللي هو على اللسان العربي، على البيان العربي، كيف نفهم اللسان العربي الذي فتق اللسان العربي وفتق مع ما يريد الشافعي. هو الإمام الجاحظ عندما أتى في البيان والتبين وأخذ الاسم وأخذ المعلومات من الإمام الشافعي من الرسالة، فسمى كتابه البيان والتبين، كما أن الشافعي ذكر أمثلة على البيان قال البيان، ثم يأتي بكلمة التبين.
يقول مثلا في الذي يعني لا يستطيع ان يصوم في الحج، فيقول سبعة في ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. قال الشافعي عندنا الآن بيان، ثم عندنا تبين، ثم ذكر أمثلة أخرى. فأتى الجاحظ من عبارات الشافعي وألف كتابه التبيان، الذي بعده أتى الجرجاني وألف علم البلاغة. لكن المقصود مما يدل على أن الجاحظ أخذ كتابه هذا من الشافعي، أنه بعد 50 صفحة تقريبا من مقدمة كتاب البيان والتبين قال: وقال أحد علماء الزمان أو كذا، ثم عبر عن مقدمة الشافعي في الرسالة بأسلوبه الأدبي، وأن البيان هو تعريفه كيف نصل إلى المعنى وما في داخل النفوس بأسلوب أدبي، لكنه استفاده من الشافعي رحمه الله تعالى. فمنطلق الجاحظ الذي هو من بعده أتت معادلة النظم عند الجرجاني هي من الجاحظ، صحيح. وكذلك هي إذا من تسمح لي أبو وليد، ما يخالف. تفضل تفضل. أولا، كلام العرب يقسم إلى مفيد، طبعا تقسيمات، مفيد وغير مفيد. المفيد هو ما يحسن سكوت المتكلم عليه. أقول جاء خالد، هذا كلام مفيد. يعني إيش؟ أنه يحسن سكوت المتكلم عليه. غير مفيد أنه لا يحسن سكوت المتكلم عليه. يعني لو قلت إلى البصرة، هذا كلام غير مفيد. لماذا؟ لأن السامع يبقى ينتظر شيئا حتى إيش؟ حتى يعني يكمل المعنى. لو قلت صباحا، هذه شبه جملة، هذا كلام غير مفيد. لماذا؟ لأن السامع يبقى ينتظر شيئا حتى إيش؟ حتى يكمل معنى الجملة. لو قلت سافرت إلى البصرة صباحا، خلاص تم المعنى. إذن عندما أقول سافرت إلى البصرة، هنا المعنى تم وأصبحت الجملة إيش؟ أصبحت الجملة مفيدة. لكن عندما أقول مثلا نطقت الحكمة، هذا إيش؟ هذا كلام مفيد. لماذا؟ لأنه يعني توفرت فيه عناصر الكلام المفيد. إذن هذا الكلام وإن كان فيه مجاز، لكن كلام مفيد. والعرب استعملت قبل القرآن الكريم، استعملت إيش؟ استعملت المجاز، مثل ما ذكرنا في شعر إيش؟ في شعر امرئ القيس، أنه إيش؟ أنه استعمل إيش؟ استعمل المجاز، فقال: أغرك مني أن حبك قاتلي. هذا حبك قاتلي في قاتلي مجاز، إذن التركيب فيه مجاز. إذن المجاز لا يعد لغوا، المجاز لا يعد لغوا، المجاز هو إيش؟ هو صورة من صور الكلام العربي، صور الكلام العربي حقيقة، ومن صوره المجاز أيضا. إذن المجاز لا يعد إفسادا للغة، بل هو إيش؟ بل هو جمال للغة، هو تطرية للغة، هو عذوبة للغة، هو يعني عنصر من عناصر التأثير في اللغة. ولو أن المجاز كان إفسادا للغة لما استعمله الشعراء الجاهليون، لما أكثروا منهم. إذن المجاز، الشعراء الجاهليون عرفوا قيمة المجاز فاستعملوه. لو لم يستعملوه، لو لم يستعمله الشعراء، ممكن عندنا في المجموعة شعراء وشاعرات، ممكن أقول، ما أعرف، لكن أقول ممكن، لو لم يستعمل الشاعر المجاز لأصبح شعره يعني باردا، ما فيه عنصر التأثير. ولذلك قالوا أن الشعر التعليمي
هو شعر بارد. طبعا نقاد الشعر يقولون باهت، ها لعد الشعر، ليش لعد الشعر او هو الشعر التعليمي بارد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا كلام بارد ما فيه تأثير لأنه تعليمي، ما وبعدين ما فيه عناصر الجمال والجلال، ما فيه يعني عناصر التأثير، استعارة مجاز كذا ما موجود فيه، شعر تعليمي بارد. إذا المجاز لا يعد إفسادا للغة أبدا، ولو والدليل على ذلك مجيئه في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المجاز، والشعراء الجاهليون والإسلاميون أيضا استعملوا المجاز. أما بالنسبة إلى تلك عشرة كاملة، بالنسبة إلى هذا الحكم الذي ورد في سورة البقرة، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، صح ولا لا؟ تلك عشرة كاملة، هذه تلك عشرة كاملة، هذا يسمى في علم البلاغة بالفذلكة. بالفذلكة يعني إيش؟ عندما تقول مثلا 3 زائد 7 يساوي 10، إذا معروف، معروف أنه 3 أيام و7 إذا رجعتم، هذا إيش؟ هذا معروف لأن العدد محصور كما قال الأصوليون الله يرحمهم، لكن البيان القرآني جاء بالفذلكة تلك عشرة ووصفها بكاملة، بقصد إيش؟ بقصد التوكيد، التوكيد وزيادة الحصر. إذا كلام العرب حقيقة يعني الاستعاري ليس بمفسد للغة أبدا، ما مفسد للغة. أنا معك يا دكتور، لما عرفنا أن هناك مفيد وغير مفيد، أنا معك الآن أن المجاز حقيقة، أن المجاز خلنا أترك الحقيقة، أن المجاز مفيد، لكن الآن يأتي الترتيب الذهني الآخر فقط. أنا معك أن المجاز وما يسمى مجاز وتشبيه كل هذه أنا معك إنه مفيد، إذا انطلقنا أن مفيد، فكيف حنا نقول عند تعريفهم يقولون ان عندنا حقيقه وعندنا مجاز، يعني غير حقيقه؟ لا، المجاز حقيقه، ما يسمى المجاز والتشبيه كلها مفيد وحقيقه، لكن وش الخلل اللي اتى في قضيه تقسيمهم الى حقيقه وغير حقيقه؟ لانه يشكل على الذهن ان اذا قلنا غير حقيقه معناه انه لا يعطي الـ 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 الكلام معنى. أنا فقط هذه اليوم يا دكتور، وأنا ما ودي أطول عشان ما تضيع المعلومات، وبكرة أكمل الإشكال إن شاء الثاني الله. اللي عندي. جزاك شكرا. الله خير أبو وليد، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا. مرحبا دكتور، الله يعطيك العافية. حياك الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم والبلد. رضوان عبد الكريم، ليبيا. أهلا وسهلا. إيه، تكلمنا أظن عن ليبيا وكذا، مو صحيح؟ قبل مدة نعم أظن يدرس. نعم في الدرس الأول، صحيح. اي وزليتين وكذا والجامعة الإسمرية، تمام. إيه؟ أي نعم، وكأن الأخ يعني يريد أن يقول أن عكس الحقيقة كذب هنا، هكذا كلامه، يعني هكذا ما فهمت، ولعلني خاطئ يعني في هذا، يعني وكأن يقول أن هذه حقيقة إذن هي صدق، ومجاز يعني عكس الحقيقة وهي كذب، وهذا تقريبا ليس هذا المراد، من وإنما هو تنوع، والمجاز جاء بالاستعمال، لم يأتي المجاز والحقيقة بالوضع. الكلمة لما نقول يد، لم تأتي يد هي اليد هذه، ولكن الاستعمال هو الذي جعلها، والسياق المهيمن أن الناس باستعمالهم وباتفاقهم على أنها هذه أكثر استعمالا هو الحقيقة. وشكرا. جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك، تأمل جيد. نعم، شكرا جزيلا. السلام. اي تفضل 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 استاذ أستاذي محمد، الكريم، حياك الله، أسعد الله أوقاتك أستاذنا هلا الفاضل، هلا باستاذ محمد، مية هلا. حياك الله. أستاذي الكريم، المجاز منبع من منابع الجمال الذي نستشفه من الأدب وخاصة من الشعر. نذكر على سبيل المثال قول المتنبي:
في مدح سيف الدولة الحمداني، فأقبل يمشي في البساط فما درى، إلى البحر يسعى إلى البدر يرتقي. يا سلام، هذا الكلام المجاز هنا في هذا البيت أعطى للمعنى دلالات جمالية لا حد لعذوبتها على قلب المتذوق للأدب. يعني أستطيع، فأقبل يمشي في البساط فما درى، هذا الرجل لم يكن يدري، إلى البحر في كرمه الذي بلغ مبلغا عظيما، فأصبح كأنه البحر المتدفق بأمواجه المتلاطمة في كرمه الذي لا حد له، أم أنه كان يرتقي إلى البدر في مكانته العالية وإشراقه الجميل في عيني الشاعر. هنا هذا الأمر يجعل للغتنا خصوصية خاصة ولأدبنا العربي بالذات جمالية لا حد لعذوبتها، هذا الذي يجعلنا نعشق ونحب الشعر العربي على سبيل المثال. ونشكرك على إتاحة الفرصة الله لنا يبارك فيك أستاذنا استاذ الفاضل. محمد ويجزيك كل خير. طبعا بالمناسبه انا سالت يعني ارباب اللغات قسم اللغه الانجليزيه عندنا، فقالوا المجاز ايضا موجود في اللغه الانجليزيه وفي بقيه اللغات، يعني المجاز ليس بدعا في لغتنا، ايضا هو موجود في ايش، في بقيه اللغات. ف يعني المجاز ايضا موجود في بقيه اللغات، نعم، يعني لم تنفرد لغتنا بالمجاز حتى ايش، حتى يعد المجاز يعني نوعا من انواع، مثلا خلينا نقول الكذب، موجود في بقية اللغات، نعم، فلا حرج في ذلك، نعم، اي نعم. ان شاء الله سناتي الى تفصيل هذا البيت في موضعه ان شاء الله. هذا من اجمل الابيات حقيقة، التي يعني فيها كثير من المعاني. واقبل يمشي في البساط فما درى، لماذا قال وأقبل؟ لماذا قال يمشي في البساط والأصل على البساط؟ لماذا نفاه بما فما درى إلى البحر يمشي؟ لماذا قدم الجو؟ وهكذا إن شاء الله كل هذه معاني جليلة سنذكرها في حينها بإذن الله. إيه نعم، إنه المتنبي أبو الطيب أستاذنا. يعني إذن أكتفي بهذا القدر وأشكر حضوركم الكريم الرائع، ولنا لقاء غدا بإذن الله تعالى في الموعد نفسه، ومن كان عنده وسيلة من وسائل التواصل فليذكر يعني معلومة جيدة جليلة استفاد منها في هذا الدرس، حتى وذلك من نشر العلم. فآمل أن نتعاون جميعا في نشر العلم، يعني ليس فقط المقرأة القرآنية، هي تتعاون معنا أيضا، نحن نتعاون أيضا مع المقرأة في نشر العلم. فآمل أن نتعاون جميعا في نشر العلم، وأشكركم جدا على الحضور، وأشكر المقرأة القرآنية التابعة لديوان الوقف السني في العراق على إتاحتها هذا المنبر التعليمي. أشكركم جميعا، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.